هاي سبايا، إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وانتم تتابعوا هذا الفيديو. فيديو اليوم مميز بالنسبة لي لأنه أول مرة بقناتي على اليوتيوب رح أعمل مكياج على موديل، ومكياج اليوم سموكي أسود غامق ثقيل جدا مع جليتر فاخر وقوي على العين من نوع الكريستال اللي يخلي المكياج يظهر بصورة مختلفة عن بقية مكياج الجليتري المعتاد. وطبعا هذا النوع من المكياج الثقيل حبيت أعمله للبنات اللي حبوا المكياج الثقيل جدا والفخم والفاخر في الأعراس أو الحفلات أو السهرات أو أي مناسبة مميزة لهم. وهذا النوع يبرز جمال الميك اب بشكل فاخر جدا، خاصة لأنه يحتوي على الجليتر الخشن الذي يبرز جمال العيون بشكل واضح. قبل البدء بالخطوات، إذا كانت لك أول مشاهدة لنا في قناتنا، لا تنسي الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. أول خطوة عملتها قبل وضع الأيشادو الأسود، رتبت حواجب الموديل وجهزت العين للميكاب بوضع مرتب للعين وكونسيلر لتوحيد اللون. طبعا هذا الخطوة أغلبكم صار يعرفها خاصة متابعيني، وما حبيت أعملها حتى ما طول عليكم الفيديو. بمكياج سموكي مثل ما تلاحظوا نستعمل أيلاينر كريمي أو جيل ونحطه على الجفن كأول خطوة لمكياج سموكي الأسود. هذا الخطوة تساعدنا على تثبيت المكياج الأسود وتبرز سواده أكثر وأكثر. وزعت الأيلاينر الكريمي بفرشاة خاصة بليبستيك قديم على الجفن، ونحاول ندمجه بفرشاة نظيفة على الجفن المتحرك طبعا، ونحاول ما نطلع أو نتجاوز كسرة العين حتى ما يخرب سموكي الأسود. ورح ننتقل للعين الثانية ونعمل نفس الخطوات اللي عملتها، ولو تلاحظوا الدمج حاولت قدر الإمكان ما أتجاوز الجفن المتحرك. غيرت الفرشاة واستعملت لون بني غامق ودمجته في أطراف الميك اب الأسود من دون الدخول إلى الجفن المتحرك، يعني رح حاول دمج الأطراف فقط. وطبعا استعملوا في سموكي الأسود فرش تكون صغيرة حتى ما توسخ. أنا حطيت اللون البني أضفت لون برتقالي ورح أدمجه مع اللون البني، لكن هذا المرة رح أوصل الدمج إلى الحاجب وأترك فراغ فقط في الزاوية الخارجية لعظمة الحاجب. أما داخل العين رح أخلي الأيشادو البرتقالي ملتصق بعض
أخيرا هذا هو الفاينل لوك لمكياج سموكي أسود ثقيل جدا مع غليتر فاخر، مناسب جدا للسهرات والحفلات وأكيد مختلف عن بقية مكياج السموكي الأسود المعتاد والكلاسيكي، ومناسب لمحبي المكياج الثقيل. هذا المكياج خاص للبنات اللي يحبوا ميك اب ثقيل، ولهذا حبيت غير من ستايل المكياج الأسود ضفت عليه هذا النوع من غليتر الكريستال الفاخر. إن شاء الله يكون عجبكم هذا اللوك الفخم والثقيل وتكونوا استفدتوا من الطريقة. مع السلامة.